لو قلت لك ان العاصمة الإدارية الجديدة دي بجمالها وإبداعها اتعملت من غير ما تكلف ميزانية الدولة جنيه واحد، هتصدقني؟ طيب لو قلت لك ان مقر الحكم الجديد لمصر، او كما يطلق عليه الإعلام المعادي قصر السيسي وحي الوزارات والبرلمان، لم يكلف الدولة جنيه واحد، وانه كان سبب في دخول المليارات للدولة، هتصدقني؟ طيب لو قلت لك ان العاصمة دي معمولة للفقير قبل الغني، وانه هيستفيد منها كل المصريين، وهتكون سبب في غنى الجميع، هتصدقني؟ طيب النهاردة هنجاوب على كل الأسئلة الشائكة دي وبالأرقام والأدلة في حلقة مختلفة، وهتسمعوا فيها كلام لأول مرة، وفي منه كتير كلام أنا جمعه بنفسي من مصادري الخاصة ومن خلال زياراتي للعاصمة اللي رحت فيها كل أحيائها، سواء حي الوزارات أو داخل البرلمان الجديد أو من أعلى برج في إفريقيا. أوعدكم هتسمعوا كلام ممكن يغير تفكيركم 180 درجة. أسرار العاصمة الإدارية الجديدة هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. عشان تبني جمهورية جديدة من الألف للياء، روحياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتبني مقدرات القوة الشاملة للدولة من تحت الصفر إلى مستوى مبهر من التمكن بشكل يضع مصر في قلب التاريخ وليس هامشه، كان لازم الرئيس السيسي يبتكر حلول بجد، مش تقليدية ولا مسكنات، أفكار خارج الصندوق بجد، حلول تغير من وجه مصر تدريجية، حلول تغير الجغرافيا المصرية زي ما غيرنا التاريخ بالظبط. إزاي ده يحصل وانت خارج من ثورتين وقبلهم سنوات من الجمود وعلى شفا الإفلاس، وفي ظروف القوى الإقليمية والدولية بتحاربك ومش عاوزاك تقوم، وبتتعرض لأعنف هجوم إعلامي موانهج بتديره أجهزة ودول وبتصرف فيه المليارات علشان تمنع المجتمع من مساندتك، وأعنف هجمات إرهابية منظمة علشان تعطل أي بناء وتخوف المستثمرين من البلد. إزاي في الظروف دي تقدر تبني عاصمة جديدة تكون رمز للجمهورية الجديدة، عاصمة جديدة تكون قبلة للمستثمرين في الشرق والغرب، عاصمة تكون مقر للشركات العالمية والمالتي ناشونال في الإقليم وإفريقيا، لأن الشركات دي بتتحرك زي القطيع، بتتحرك مع بعض برؤوس أموالها الضخمة اللي لو دخلت شريان الاقتصاد هتخلق فرص التشغيل وتزود الإنتاج وترتقي بمستوى المعيشة في المجتمع، وكمان عاصمة هتخفف اختناق القاهرة القاتل والزحام اللي محتاج لحل جذري، وكمان تضم مقرات عصرية للمنشآت الحكومية تتناسب مع التحول الرقمي والتطور في إدارة الدولة وتليق بالمصريين. عشان ده كله يتحقق أنت محتاج معجزة، محتاج المدينة دي تكون منافس قوي ببنيتها التحتية وتخطيطها وتسويقها المتقن للمدن المنافسة في الإقليم، سواء دبي أو اسطنبول أو الرياض أو الدوحة أو جوهانسبرج. هتعمل ده إزاي من غير فلوس؟ وهنا جت الفكرة العبقرية. سنة 2016 تم تأسيس شركة للاستثمار العقاري بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وتم تخصيص محفظة من الأراضي للشركة دي في الصحراء حوالي 174 ألف فدان. يعني الوزارتين دول دخلوا مع بعض الشراكة بالأرض. طيب برضو هنجيب فلوس منين نمول بيها كل المباني والمدينة العالمية العملاقة دي؟ بالبنية التحتية والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء. اللي حصل ان الشركة عملت زي اي مطور عقاري في السوق، انه يبدأ يبيع المشروع على الورق بالتصميمات وجمع مقدمات يبني بيها المدينة، ولكن نجاح التصور ده كان مغامرة محتاجة تسويق من نوع خاص، والخطة التسويقية اعتمدت على الإعلان إن المكان ده هيضم مقرات للوزارات الجديدة ومقر جديد للحكم، وتم تخصيص مبلغ مالي بسيط كرأس مال للشركة يدوب مصاريف تكفيها لعمل التصميمات للمدينة والحملة التسويقية ليها. وبالفعل انطلقت الشركة، عملت مكت للمدينة مع أكبر الشركات العالمية، وقسمت مصادر الدخل لعدد من المحاور. المصدر الأول تم الإعلان عن 6 تجمعات سكنية فاخرة التسليم خلال 4 سنوات بالتقسيط، وكانت المفاجأة إن الشقق كلها اتباعت في خلال أيام. المحور الثاني تم الإعلان عن تخصيص
مناطق للشركات العقارية الكبيرة لعمل كومباوندات سكنية، وبالفعل تم بيع المرحلة الأولى من الأراضي خلال أيام. المصدر الثالث، تم الإعلان عن أراضي للسفارات والمولات، وكله اتباع خلال أسابيع. وبدأ بالفعل لأول مرة يدخل للشركة فلوس ومليارات، ودارت العجلة من فلوس المقدمات والأقساط. تم استكمال المباني زي أي شركة تطوير عقاري خاص، وتم البدء في الحي الحكومي اللي بيضم الوزارات وقصر الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان. وخد بالك هنا من التفصيلة دي، المباني دي كلها مملوكة لشركة العاصمة المملوكة لوزارة الإسكان والجيش، اتعملت بفلوس بيع الشقق والفلل والأراضي، يعني موازنة الدولة لم تدفع مليم واحد فيهم. طيب أمال بأي صفة هتقعد الوزارات في المباني دي؟ خد بقى يا فندم المفاجأة دي، كل هذه المباني سواء الوزارات أو مبنى البرلمان أو مقر الحكم، هي مباني هيتم تأجيرها من الشركة لكل وزارة على حدة، لأن المبنى مملوك للشركة والإيجار هيذهب للشركة. يعني موازنة الدولة لم يصرف منها جنيه واحد على المباني الحكومية أو القصر الرئاسي، وكلها مباني مؤجرة للوزارات ومملوكة للشركة اللي بتاخد إيجارها آخر كل شهر. طيب نيجي بقى للمنطقة المهمة، منطقة الأعمال المركزية اللي فيها البرج الأيكون. دي بقى تمت من خلال اتفاق بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركة عقارية صينية إنها تتكفل ببنائها بالتقسيط على 20 سنة، وتم الاتفاق مع الشركة الصينية على تسليم الحي بالكامل في 2023، على أنه تبدأ الحكومة في بيع وحدات أو تأجير هذه الأبراج من خلال العائد بتاعها تدفع أقساط القرض وتحقق هامش ربح كمان. يعني الشركة اللي بدأت بدون رأس مال تقريبا وبأرض فقط كانت عبارة عن صحراء وما تسواش ثمن الرمل اللي فيها، هي الآن اتحولت لأعلى سعر للمتر في مصر، وبقت واحدة من أكبر الشركات في مصر واللي هي بتأجر للحكومة مبانيها. وخد بقى المفاجأة دي كمان، تم الإعلان إن الشركة دي هيتم طرحها في البورصة علشان تبقى مطروحة أمام كل المصريين إنهم يبقوا شركاء في الشركة دي بأسهم، وكل ما الشركة تكبر وتغتني أكتر كل ما قيمة الأسهم هتزيد والربح يزيد للدولة المالكة للشركة أو للشركاء من المواطنين، من أول اللي هيشتري أسهم بمئة جنيه لغاية اللي هيشتري 100 مليون جنيه. وللعلم قبل الفتي اللي هيخرج من قوانين البورصة المصرية، إن المستثمرين الأجانب ما يمتلكوش أكتر من 49% من قيمة أي شركة مطروحة في البورصة، عشان قبل الفتي اللي هيطلع ويقولك مصر بتبيع العاصمة للأجانب. الطرح في البورصة معناه إنها شركة ناجحة وليها مستقبل واعد ودليل على نجاح الشركة، وفرصة لزيادة رأس مالها عشان تزود مواردها وتبدأ في المرحلة الثانية والثالثة، لأن كل الكلام اللي قلناه ده مجرد مرحلة أول، وإن شراء الأسهم هو استثمار على الورق ولا يعني أبداً التدخل في الإدارة أو التصرف في مواردها بأي شكل من الأشكال. وهنا حد يسأل سؤال تاني مهم، طيب ليه الشركة ما عملتش مباني سكنية وبس، وما كانش له داعي مباني الوزارات ومقر الحكم الجديد؟ هقوله الإجابة بتتلخص في نقطتين مهمتين، إن المباني دي كان وجودها مهم في خطة تسويق المدينة، وده اللي اداها ثقة أمام المستثمرين، إنها واعدة وخلى كل الأرض والسفارات والشركات تتسابق عليها. ثانياً وده الأهم، إن الدولة المصرية بتكبر وكانت بحاجة لمقرات جديدة مش مجرد مباني، ولكن هي نقلة تكنولوجية للإدارة الذكية لدولة عظمى بحجم مصر. وهنا ممكن حد يسأل سؤال تاني يقول لي أصل العاصمة الإدارية دي للأغنية وبس. هقول له هذا الكلام غير صحيح بالمرة. ليه؟ لأن نجاح شركة العاصمة المملوكة للدولة هو نجاح للدولة نفسها، وهيكون مصدر دخل إضافي للدولة، هيمكنها من تحسين الخدمات والصرف أكتر على الخدمات اللي بيستفيد منها كل الناس من صحة وتعليم ومواصلات، والأهم إنها بتوفر فرص عمل للكل وفتحت بيوت ملايين من أول النجار للحداد للعامل للفني للمهندس، وخيرها واصل لكل فئات المجتمع سواء أثناء تنفيذها أو بسبب دخول الشركات الكبيرة مصر بمقراتهم الإقليمية واستثماراتهم. أما لو تقصد أنه مش هيسكن فيها غير مستوى معين، فده حقيقي، لأن العاصمة في الأساس مشروع استثماري اقتصادي هدفه الربح، وكل مبانيها غير مدعمة
لدرجة إن حتى المباني الحكومية بيتم تأجيرها للوزراء، وده سبب نجاح المشروع لأنه من البداية مشي بقواعد السوق الحر والاقتصاد الحر، وده السبب اللي هيخلي المستثمرين يتسابقوا على شراء أسهم فيها. ثانياً، هدف المشروع إنه يكون موديل أفضل من موديل دبي، مش زي دبي، لا أفضل منه، وإنه يجذب الشركات الدولية لعمل مقرات ليها في مصر. الشركات دي بتتحرك زي القطيع، لو شركة واحدة كبيرة جت هتلاقي كل الشركات جت وراها بأموالهم الطائلة، وعشان ده يحصل كان لازم توفر بنية تحتية مناسبة ليهم من مباني وإنترنت وصرف صحي وطرق وشوارع وطاقة، وده لو حصل هيدخل البلد مليارات الاستثمارات من فرص العمل اللي هينعكس على ارتفاع الأجور ورفاهية المجتمع وغنى الجميع. ولكن ده مش معناه ان الدولة ناسية محدودي ومتوسط الدخل. حوالين العاصمة في مدينة بدر والشروق والتجمع والعاشر من رمضان على وجه التحديد وفي كل مصر عامة، الدولة عاملة مبادرات لتوفير مئات الالاف من الشقق السكنية وبالتقسيط على 30 سنة بفوائد تكاد تكون منعدمة 3%، وسعرها في متناول اي حد، لدرجة ان القسط في معظم الاحيان بيكون اقل من الايجار. في النهاية بعد كل اللي سمعناه ده لازم نقف تحية تبجيل واحترام لصاحب الفكرة العبقرية اللي قدر يحول الرمل لذهب ويحقق كل الجمال والإنجاز ده من غير ما ياخد جنيه واحد من موازنة الدولة، ده كمان هيضيف ليها. ونكون ردينا على أكبر أكذوبة بتاعة السيسي سايب الشعب وبيبني عاصمة ليه، لأن مقر الحكم ده بتاعك أنت، وأنت اللي بتاخد إيجاره، وبسببه نجح المشروع وتم تسويقه دوليا، وإن شاء الله بكرة بعد افتتاحه هتكون سبب في نقلة اقتصادية على غرار سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وكوريا الجنوبية. ودورك الوطني هو الرد على المغيبين والمضللين والدفاع عن بلدك بمنتهى القوة والشراسة، لأن غيرك بيخونها بمنتهى الخسة والوقاحة. بلدك دي ملكك أنت، دافع عن كرامتك وملكك وبيتك. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.